مرحبا بكم في ويكاند جديد من لؤلؤات الساحل الاطلسي. بلا شك غادي تكونوا عرفتوها، حنا كنتواجدوا بتغازوت، وهذا الويكاند هذا غادي ندوزوا بتغازوت وغادي نعرفوكم على الاماكن اللي غادي نزوروا في هذا الويكاند هنايا. تبع معايا الفيديو من الاول حتى التالي باش غادي تعرف بزاف ديال الحوايج على هذه المدينه الصغيره الزوينه. يلا غادي نمشيو نفطروا هنايا في تغازوت، راه موجود فين غادي تقدر تفطر. كاينين بلايص غاليين وكاين بلايص رخاصين. دابا حنا كنتواجدوا في الشارع الرئيسي وهنا راه موجودين هنايا القهاوي في هاد البلايص. دابا غادي نمشيو في شي قهوه من هاد القهاوي اللي كاينين هنايا في الشارع. جينا لهذا الريستورون كافي فلوريدا وخدينا فطور مغربي 50 درهم. بالنسبه للفطور ما عجبنيش، هذاك ماشي هو فطور ماروكان، دايره لك غير بغريره تماك. قالت لي نحن ندير لك اومليط، انا ما عجبتنيش اومليط. احسن حاجه هي الواحد يجيب هذاك الشيء مع شي مول محل ويمشي لشي قهوه. كنقلب على شي لوكال كافي، شي واحد اللي كيصوب القهوه مزيان. جيت هنايا مع الشانطي، راه هو داك السيد مول القهوه تماك عنده قهوه زوينه. غادي نشربوا القهوه ديالنا وغادي نكملوا الجوله ديالنا. تغازوت معروفة بالرياضة ديال ركوب الأمواج، ولا جيتي لهنا ضروري ما غادي تجرب. وهنايا غادي تلقاو بزاف ديال المحلات اللي كيكريو السولف. صباح الجو مغيم، غير هي فوقاش كيصحى الجو كل مرة مع 12 مرة حتى للربعة، كل مرة ومعاياش. ولكن الحاجة اللي زوينة في هذه المدينة أنها الجو معتدل، راه حتى في شهر 12 راه كيكون الجو سخون. والحاجة اللي زوينة أن الشمس ما غاديش تحرقك وتقدر تمشي تعوم في هذا الجو هذا. وبالنسبة للثمن باش كرينا السولف مع اللبسة ديالو 60 درهم، وجينا هنايا للشاطئ ديال تغازوت غادي نجربوه. وبالنسبة للواحد اللي بغى يتعلم خصو يشوف الكوتش ولا يمشي للكلوب، راه هنا بزاف ديال المدارس اللي كيعلموا السولف. نهار زوين ياك السولف. الحاجة الوحيدة اللي تعلمت اليوم هي الكيليبراج. ملي كتجي الموجة كتبقى تعلم تدفع بيديك، وباش غادي تقدر تدفع وتطلع هذيك صعيبة شوية مع المدة. إن شاء الله إلا وليت عاوتاني جيت إن شاء الله غنتعلم هذيك باش نولي. ضروري ما خصك دير غير هنايا المشكل، ما كاينش المواج بزاف. المواج اللي كاينين بزاف هي جهة الحجر، وكاينين غير خلالين الزول ديالها غمضة. هذا هو دي سرفة سهلة وكبيرة باش تقدر تشد الكيليبراج. وكنكونوا سالينا التبحيرة ديالنا. إلا بغيتي تتعرف على شاطئ تغازوت وبزاف ديال المعلومات على شاطئ تغازوت، راه عندي الفيديو في القناة في اليوتيوب شاطئ تغازوت، وغادي نطلعوا ناكلوا دابا. وإلا جيتوا لتغازوت وبغيتوا تاكلوا غاتجيو عند السي جمال هنايا. ها أنت لا بغيتي ديروا ساندويتش هذا الطاجين هذا ديال الكفتة بشحال؟ 5 دراهم ياك؟ ديال الحوت، الكفتة ديال الحوت ب 5 دراهم، والدجاج بشحال؟ ب 10 دراهم. وها هي المناضة لا بغيتوها، شحال كدير الكاس؟ 30 دراهم. أنتم 10 دراهم غادي تغديك هنايا في تغازوت. ياك؟ والله العظيم. هو اللي جابني، هذا هو اللي كيقيديني هنايا. مرحبا بكم في تغازوت. وهذا السيد هذا السي جمال ديما كنجي عنده كيطيب الماكله على حسابي كرامتي. عندك 10 درهم ما تاكل، 8 درهم ما تاكل، عندك 5 درهم ما تاكل، ما عندكش تاكل، عندك ما تاكلش. ما عندكش والله سيدي. هذا السيد والله يطيعك اقسم بالله العظيم. هذا السيد راه ماشي اول مره كنجي عنده هنا، وهذا راه من المتتبعين ديالي. فهمتي؟ هذا السيد راه معروف هنايا في تغازوت، واي واحد جا في تغازوت يجي عند جمال يتهلاه فيه، يقول لي احنا راه من طرف ياسين. وهذا الشيء الطبيصيل هذا مع الخبز 25 درهم، لا غلى على مسكين.
اندوقوا هذا الحوت هذا حيت شفتو هاني. انت لا بلاس وين غير ندوقوا خاي جمال حيت شفتو لا كاينه خاي جمال. وبالنسبه للكره هنايا في تغازوت كاين من الشانطي لتحت اللي قرابين للبحر تماك الديور ابتداء من 600 درهم وكاينين الديور من فوق الشانطي ابتداء من 300 درهم. وبالنسبه الى بغيتي الكره رخيص راه كاينين اوتيلات، كاين اوتيل الا بغيتي شومبر كاين لتحت راه ابتداء من داك 300 درهم والفوق 200 درهم، ولا بغيتي شومبر مشتركه راه غتلقاها ابتداء من 90 درهم، ولا بغيتي شي حاجه مزيانه راه غادي تلقاها ب 150 درهم وداخل فيها الفطور وداك الشيء زوين. وسي حافظ الكره بالنسبه لهنايا زعما الواحد اللي جا يلقى الكره ولا ما يلقاش؟ بالنسبه للكره اخويا اش غادي نقول لك، على حسب تقدر تكون تغازوت عامره حيت دابا بحال دابا الا شفنا درنا واحد المقارنه بين شهر 7 وشهر 8، شهر 7 كانت خاويه، اما 8 دابا كما كتشوف دابا راه التغازوت عامره. وكاين الفرق ما بين الاثمنه؟ كاين الفرق ما بين الاثمنه، الاثمنه راه كتبدل عاود ثاني على حسب لا سيزون، كي بحال دابا شهر 7 الاثمنه ديال الكره بداو ب 250 درهم 300 درهم، دابا لا كيبداو ب 350 درهم على حسب البلاصه فين كتواجد. مثلا لتحت حدا البحر راه كيبداو بديك 600 حتى 700 درهم، الفوق هنا الفوق ديال الشانطي باش ما كتبعد باش ما تيكون لك. واحسن وقيته اللي تقدر تجي لها لتغازوت اللي كتكون احسن وقيته تجي لها لتغازوت هي فوتو الصيف، احسن وقيته هي نص ديال شهر 9 شهر 10 شهر 11 شهر 12. لي زوتيل ديالها كتلقاهم في هاد الزنايق هنايا، وهذا هو الفايب نتاع تغازوت، هما لي زوتيل كي بحال الديور، كل شيء داير لي زوتيل ولي هوستل موجودين، يعني راه ما غاديش تقدر تحنتل، غادي تبات غادي تبات. شوف بقى مغيم موالف كتصحى مع داك الجوج كتشوف الاجواء ديال اكادير دايره بحال هكا، في الصباح كتكون ضبابة بعض المرات كتبقى ضبابة حتى الخمسة ديال العشية. ها هي دابا الخمسة ومازال ضبابة. الخمسة وكاينة ضبابة بعض المرات شتي كيما شفتي معايا ذاك النهار فاش مشينا للأغرود راه شفت ما بين الثر ديك الخمسة الستة ديال العشية. الأجواء هنا باردة، هنا الجو زوين. معتدل. وحتى في البرد كيبقى معتدل. وفي البرد ما حنا ما تكون عندنا كاع البرد هنايا، حتى الشتاء ما كتكونش، الله يرحمنا الله يجيب الشتاء. امين. وتغازوت هي الفايب ديال تغازوت هو الفيلاج هذا، علاش؟ الناس كيجيو لهنايا حيت هنا سبحان الله العظيم كتجي لهنايا كتستمتع. انت والصديق ديالك ولا مع الاصدقاء ديالكم ولا مع العائله ديالكم هنايا، يا سلام بحر زوين، بحر ديال السورف، يعني اي حاجه بغيتوها راه كاين هنا في تغازوت. وكاين هاد الشاطئ هذا الصغيور اللي جا في المرسى ديال تغازوت راه قريب بزاف، غير هو صغير وكيعمر بزاف وما صالحش للعومه لان فيه المرسى. هذا شنو هو؟ هذا هربل ديال الشعير. ديال الشعير ياك. وهذه هذا إيلان. هذا هو إيلان. حبوب الدخن سميتهم ومعروفين بكينوا، كيقولوا لهم كينوا. كينوا. التمر التمر واللوز والكركاع. والذرة والشوفان والزبيب. هذه الذرة والشوفان والزبيب. كديرش لاماس ديال؟ لا ما كنديرش البروتين ديال الشيميك. لا. داكشي طبيعي ولا بغيتو الحلوى هنايا في تغازوت هنايا راه غير اون فاس مع المحطة اون فاس مع الجامع. انا نوريكم الحلوى ها الحلويات ها الميلفاي ها انتم. هذاك الشيء راه لذيذ ها المصداقية ها انتم. غادي ندوزو العشيه ديالنا هنايا مع هذا الغروب ديال الشمس وغادي نجيو نتقهواو. هذه البلاصه هذه معروفه بهاد القهاوي هنايا، كاملين تقريبا راه كاينين شي 50 قهوه كاملين كيطلعوا على البحر ونستمتعوا بهذا الهدوء ديال البحر. ومرحبا بكم في تغازوت.
مشينا في الضوء ورجعنا في الظلام، ولكن الجلسه ما كتحسش بها جلسه شي حاجه. يا سلام. الاجواء هنايا بالليل كتبقى عامره، هذه دابا 12 ديال الليل والجهه ديال القهاوي عامرين، والقهاوي هنايا عامرين، المطاعم هنا راه ما كيسدوش راه حتى للثلاثه ديال الصباح، لان الدنيا كتبقى مروجه هنايا، والمواصلات لاكادير، اكثريه الناس كيجيو لاكادير كيجيو لتغادوت وكيرجعوا بحالهم، والطاكسيات راه كيبقاو حتى للثلاثه ديال الصباح، الطوبيس حدو العشرة 11 كيسالي، وغادي نمشيو دابا نمشيو شي بلاصه غادي نتعشاو. شوف هذا المطعم راه عنده الطواجن، عنده اللي هي كيدير شويه الحوت، واحسن حاجه غادي تقدروا تديوها من عنده هي البلا ديال الحوت، داكشي عنده زوين. وهذا هو البلا ب 70 درهم، كاين هنا كروبيط وهذه السيبيا وهذا كروبيط رويال. ها هما وهذه هي الدخله ديال الكورنيش، ولا بغيتي تبقى غادي مع الكورنيش حتى لتغازوت باي، وتماك راه كاينه واحد لاسين تما كيديروا السهره، ولكن الدخله بالفلوس 250 درهم. ودابا من بعد ما تعشينا غادي نمشيو نرتاحوا ونخليو شويه الغدا باش تبقى لنا الطاقه شويه الغدا. صباح الخير تغازوت، صبحت الاجواء كما العاده مغيمه، صباح شويه ديال البرد، غنمشيو نفطرو وغادي نمشيو لوجهه وحده اخرى. فطرنا عند هذاك اللي تعشينا عنده البارح، اومليت واتاي الثمن ديالو 20 درهم. غادي نخليو الدخله ديال شاطئ تغازوت وغادي نمشيو مع هذا الكورنيش اللي غادي يوصلنا حتى لتغازوت باي. ولا بغيتي تنوض في الصباح تجري كاين هذا الكورنيش، هذا هو اللي كيجيو له الناس بزاف كيجيو يمارسوا الرياضه ديالهم. وهذا هو الشاطئ ديال القريه السياحيه تغازوت باي، وهذه هي الدخله ديالو، راه ما بعيدش بزاف من تغازوت، راه هو الفيلات ديال تغازوت، وهذاك الشاطئ اللي حدا تغازوت سميتو السابلدور، الشاطئ السابلدور. هذا الشاطئ هذا زوين ونقيقي وعنده واحد اتساعه كبيره. البحر كل ما بعدتي شويه على الفيلات كل ما كتزيد تلقى البحر الهدوء، راه ما بعيدش بزاف، راه هي تغازوت تقريبا راه غير واحد 15 دقيقه هكا على رجليك، يا اما تمشي على الكورنيش يا اما تجي على الرمله، ويلا زدتي كملتي ليا غادي تلقى واحد الشاطئ اللي زوين ايموران. ويلا عييتي وبغيتي تجلس راه الكورنيش كاملين في هاد الكراسه فين تقدر تجلس وترتاح. وهادو هما الطواليطات راه كاينين هنايا في الكورنيش وراه قرابين بزاف للبحر. وبالنسبه للعشاق ديال الفولي هنا راه كاينين الملاعب هنايا في تغازوت باي وراه قرابين للبحر. صافي اللي كاينين هنايا غادي نمشيو ندخلو نديرو شي قهوه ديالنا نفتحو عينينا ونمشيو نتبحرو.
الشواطئ هنايا في تغازوت باي شواطئ زوينة. الواحد اللي كيقلب على الهدوء ديالو يجي البحر هنا، لأن هذا البحر هذا راه شاد واحد المساحة كبيرة وما كتلقاش فيه الاكتضاد. أي واحد جا لتغازوت وبغى الراحة ديالو يجي لهذا المكان هذا الرائع. وإلا كنتي هنايا في تغازوت باي وبغيتي تكري الكاياك ولا بغيتي تكري السورف، هنا راه كاينين موجودين. ها انت ها لي بلونج، وهنا راه كاين المونيتور اللي غيدخل معاك. ورجعنا من تغازوت باي وجينا نتغداو هنايا. هو الطاجين راه اون فاس مع المحطه ديال الطاكسيات. هلا برعني. وها الطاجين ديالنا وجد. طاجين داكشي يا سلام جديد. بالنسبه للماكله مشينا كلينا عند هذاك، راه هو الطاجين ب 40 درهم، وكاين واحد كيدير طواجن ليها راه هو اللي جاي في جنب الجامع 30 درهم. شنو هو الفرق؟ هذا عنده الكاليتي والجلسه عنده خاويه اللي غادي تلقى الزحام. وإلا جيتي بالطوموبيل، بالنسبه للباركينغ راه تغازوت كتعمر هذا الشارع كامل كيتلقاه مباركي. خصك تطلع للباركينغ الفوق، الا ما لقيتيش هنايا ضروري خصك تطلع للفوق. وهنا راه انت تمشي تحطها في شي بلاصه راه غادي يهزوها لك، راه شحال من طوموبيل هزوها هنايا. تغدينا ودوشنا وغادي ندوسوا العشيه هنايا بتغازوت. غادي نطلعوا لواحد البلاصه اللي جايه الفوق، واحد سكيت بارك. والطريق ديال سكيت بارك ملي غادي تكون هنايا في تغازوت كاينه هنايا، ها هي ديال الطريق ديالها. طالعين في هذا الجبل هذا، ولكن راه ملي كتزيد تطلع كتبان لك واحد الاطلاله زوينه على تغازوت، كتبان لك كامله مع البحر. وهي طلعه وهي لافيش فيها 300 متر، هي راه كتبدا مور العصر تقريبا مع داك الخمسه كتما كتكون الدنيا عامره. راه احسن بلاصه اللي تجي تطلع على مدينه تغازوت راه هي الجبل هذا اللي جاي في الجنب، كتبان لك تغازوت كامله كبيره. وهذه هي الطريق ديال سكيت بارك، وضروري الا جيتوا لتغازوت تجيو تشوفوا هذا المنظر الرائع وهذه الاطلاله الرائعه. هنا كاينه هذه القبره هذه دايره بحال الطحين، تكون لابس شي سبرديله كحلات ولا بيضه، ما عرفتش علاش ما دايرين لهاش الطريق. الناس اكثريه الناس كيطلعوا من هذه البلاصه هذه. شو كي دايره في هذا الجبل؟ راهي تغازوت وهو سكيت بارك. واخا غادي تكون ما غاديش تلعب هنايا السكيتا، راه غادي تطلع تفرج. بزاف ديال الناس ما كيلعبوش وكيطلعوا الا هنايا باش غادي يتفرجوا، لان هنايا الدراري تبارك الله محترفين. وهذا هو سكيت بارك، دايرين للدراري فين يلعبوا في العشيه كتكون عامره وعامره حتى بالكور. وهنايا الا ما عندك السكيطه راه كتجي لهنا كتاخذها، راه كاين واحد المحل هنايا كيكريهم. حفيظ هذا هو الشجر الارغاني ياك؟ هو الشجر ديال الارغاني البري. المهم الشجر ديال الارغاني معروفه به المنطقه ديالها. شو هاد المنطقه يبسات فيها ما كل كما كتعرف بلي راه حنا راه كنعانيو من الجفاف. الجفاف ياك؟ اه والله يرحمنا باش تولي زعما لا تحت الشتا يولي يولي يعيش. تحت الشتا ان شاء الله غادي يرجع كما كان وغادي يعطي ذاك الثمار ديالو. وهاد الاركان هذا راه معروفه به اكادير والتصويره وبعض المناطق فيه كاين في مراكش. اي أيوة والله يرحمنا خي حافظ وصافي. والله يجيب الشتا خويا. وبالنسبه للمواصلات اللي غادي يقدروا يجيبوكم حتى لتغازوت، تغازوت راه بعيده على اكادير ب 20 ديال الكيلومتر. وبالنسبه للمواصلات معنا اليوتيوبر حافظ افريكانو، هو اللي حافظ المنطقه وغادي يقول لكم منين غادي تقدروا تركبوا. السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير ومرحبا بكم في تغازوت. بالنسبه لوسائل النقل اللي غادي يجيبوكم من اكادير حتى
حتى التغازيوت كاين جوج ديال الوسائل ديال النقل. كاين الطاكسي كبيره كتركبها في الباطوار والثمن ديالها 10 ديال الدراهم، والوسيله الثانيه كاين الطوبيس النمره 32 ولا 33 الثمن ديالو 7 ديال الدراهم ونص من الباطوار حتى التغازيوت. وكتكون الزياده في الطاكسيات ملي كتكون الصيف بالنسبه للطاكسيات الطريفه ديالها هي 10 درهم ديما سواء الصيف ولا الشتاء، وديما ردوا البال لا يزيدوا عليكم صحاب الطاكسيات لحقاش في الصيف فاش تيكون بنادم بزاف كيزيد ديك 5 درهم ولا 10 درهم. والنصيحه للناس اللي غادي يجيو ان شاء الله لتغازوت، حاولوا انكم تجيو بكري وتمشيو بكري. وهنايا كنكونوا سالينا الويكاند ديالنا. الا ما قلت شي معلومه ولا بغيتي تعرف شي معلومه ما عليك غير تدخل عندي الانستغرام @ykbvlog تما راني كنحاول نجاوب كل شيء. وبالنسبه لو بغيتي تعرف على شاطئ تغازوت راه عندي فيديو ديالو بوحدو تما غادي تعرف على الشاطئ وعلى المرافق. وهنا كنقول لكم تهلاو فراسكم.